فالتوقيع ديال هذه الاتفاقية بين وكالة التنمية الفلاحية ومجموعة أسواق السلام هي كتندرج يعني ضمن الأهمية اللي كنعطيو على مستوى وزارة الفلاحة وكالة التنمية الفلاحية لتسويق المنتوجات المجاريه والمنتوجات ديال الفلاح الصغار. وهذا الشيء هذه الاتفاقيه ان شاء الله غتمكن التعاونيات باش يسوقوا المنتوجات ديالهم على مستوى يعني المراكز التجاريه ديال مجموعه اسواق السلام في مجموع التراب الوطني. وهذا كما كتعرفوا فكيندمج ضمن يعني تطبيق التعليمات الملكيه الساميه ديال سيدنا الله ينصرو على العمل مع الفلاح الصغير والتسويق والعمل على تسويق المنتوجات ديالو والحد من المضاربين في هذا المجال هذا. وكذلك يعني الاهميه البالغه اللي كيعطيها مخطط التنظيم الاخضر لهذا القطاع ديال المنتوجات المجاليه والتاهيل ديال المجموعات المنتجه، التاهيل كذلك على مستوى الجوده والسلامه الصحيه، التاهيل كذلك على التوضيب على كل ما هو تجاري وولوج الاسواق على الصعيد الوطني، الاسواق يعني العصريه، الاسواق التضامنيه، المعارض الوطنيه، المعارض الدوليه، يعني عقود كذلك التصدير على المستوى يعني الدولي. فهذا كله يعني الهدف ديالو وهو يعني تحسين المدخول ديال هذه الفئه ديال المنتجين اللي هما فلاحه صغار اللي هي مراه قرويه اللي هما الشباب، وكذلك يعني تحسين صوره المنتوج المغربي والجوده ديالو وتمكين الزبون كذلك المستهلك المغربي من منتوجات ذات قيمه كبيره وجوده عاليه. في بديء الامر علينا ان نثمن البرنامج لانه ماشي شي حاجه هي كتعتبر بالنسبه لنا احنا كمؤسسات يعني مشاريع صغرى، احنا بالنسبه لنا قيمه مضافه ومهمه جدا. اذا في البدايه كما قلت ينبغي ان اوجه الشكر للمؤسسه ديالنا المديريه ديالنا اللي هي الوكاله التنميه الفلاحيه، شكر خاص للسيد المدير، شكر ايضا للطاقم الاداري ديالو اللي تيسهر على هذا البرنامج. طبعا اكيد شكر موجه للشريك ديالنا اللي هما اسواق السلام في شخص المدير العام ديالو، ايضا الموظفين ديالو. شكرا جزيلا لجميع الفاعلين والساهرين على انجاح هذه الاتفاقيه هذه. بالنسبه لنا احنا هذا الا بغينا احنا بالنسبه لنا كتعتبر هذا المشروع هذا كقفزة طفرة نوعية في بالنسبة للبرنامج أو المشاريع اللي احنا تنحلموا بها. إذا باش نولجوا أسواق السلام فهذا بالنسبة لنا احنا تنعتبروه كنجاح للمجهودات الجبارة اللي قامت بها المرأة القروية وقامت بها ايضا قاموا بها الاخوات اللي تيشتغلونا من اجل توفير السوق الوطنيه والدوليه منتوجات ذات جوده عاليه تتوفر على السلامه الصحيه، تتوفر على الماده الطبيعيه. اذا التعاونيات هما الا بغينا نقولوا تعتبرنا كمصادر لانتاج المواد الطبيعيه في اطار العوده الى الهويه المغربيه اللي هي انتاج المواد الطبيعيه. اذا كيف ما قلت ان المنتوجات ديالنا في اطار هاد الاتفاقيه هذه او في اطار هاد الشراكه هذه غادي نوصلوها للزبناء ديالنا. السيد المدير العام ديال اسواق السلام عطانا فرصه في نوصلوا المنتوجات المجاليه والمنتوجات الطبيعيه للزبناء ديالنا على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ايضا الدولي، بحكم ان اسواق السلام كتعتبر هي اسواق تقتنيوا منها وطنيا ودوليا. اذا شكر جزيل موصول للسيد المدير العام ديال اسواق السلام والطاقم التقني ديالو والسيد المدير العام ديال الوكاله التنميه الفلاحيه. اليوم كنتواجدوا مدينه الرباط كما كتشوفوا باش نسنيو على واحد الاتفاقيه بين اسواق مجموعه اسواق السلام والوكاله للتنميه الفلاحيه.
هاد الاتفاقية اللي الحمد لله كانت جهد ديال واحد العمل جبار ما بين المديرية الوكالة التنمية الفلاحية وإدارة أسواق السلام لمدة شهرين باش خرجنا بهذه النتيجة. كان هذه النتيجة اللي الحمد لله الأساس فيها هو الرفع من المنتوجية ديال التعاونيات الفلاحية ديال بلادنا. وهاد الاتفاقية اللي غادي تسمح باش تسويق ديال المنتوجات الفلاحية في سلسلة أسواق السلام على صعيد المملكة المغربية. وهاد المنتوجات اليوم اللي هي نقربوها من الزبون اللي كان هذا هو الأساس من هذه المسألة، لأنه الفلاح كما كتعرفوا والتعاونيات كيمكن ليه ينتج، ولكن شكون غادي يسوق ليه المنتوج ديالو؟ لأنه صعب عليه باش يدير هاد جوج المسائل. دونك أسواق السلام كما هضرت بأنه شركة مواطنة تحملات العبء ديال هذه المسألة. وهذا الشيء إذا كان كيدل أنه إحنا اليوم تحت هذا التعليمات اللي أعطاها سيدنا مؤخرا بالرفع ونمشيو الجد مع الفلاح المغربي، قمنا بهذه المساهمة الحمد لله من طرفنا، ونتمنى من الله باش يكون فيها واحد الفالور اجوتي، اسمحوا لي الفالور اجوتي بالنسبه للمنتوج المغربي ولا الرفع بالمنتوج المردوديه ديال هذا الفلاح ولا التعاونيات المغربيه. والسلام عليكم. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.